من شهد لله تعالى إلى التوحيد ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، ولعيسى عليه السلام بما أخبر الله به عنه أنه عبده خلقه الله من مريم عليه السلام بلا أب، آية من آيات الله عز وجل. فعيسى عبد الله ورسوله، خلقه الله من أم بلا أب وهو على كل شيء قدير، فهو عبد الله ونبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالنصارى الذين قالوا أنه ابن الله كفروا وأساءوا، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمن شهد لله تعالى بالتوحيد ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، ولعيسى عليه السلام أنه عبد الله ورسوله بما أخبر الله به عنه، وشهد أن الجنة حق والنار حق، شهادة جازمة تتضمن حب الله تعالى والإخلاص له والانقياد لشرعه عن قبول وصدق واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. هذا الوحد الذي تقدفة توحيده إذا لقي الله موحدا الله عز وجل يدخله الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة، جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار ومن سخط الجبار. ونشهد أن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، ونتبرأ من سوء اعتقاد اليهود فيه وغلو النصارى فيه، فإن اليهود كذبوه واتهموا أمه ما برأها الله منه، والنصارى جعلوه إلها مع الله تعالى الله، وقالوا هو الله أو ابنه أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.